مرحبا وسهلا، معكم أسماء حمدوني، طبيبتكم العامة بمدينة بوشدور. اليوم غادي نتكلم لكم على واحد الموضوع مهم في الحياة ديال المرأة والفتاة وحتى البنت. هذا الموضوع هو الدورة الشهرية ولا حق الشهر ولا لي ريغل. بزاف ديال البنات كيكون عندهم مشاكل في الدورة الشهرية وما كيعالجوهمش حتى كيفوت الفوت، مثلا حتى كتبغي المرأة تولد ولا كتزوج وكتلقى راسها انها ما كتولدش، والامر كان عندها بسيط جدا لو كان هي دارت تشخيص صحيح وتشخيص في الوقت المناسب. بالنسبه لحق الشهر كتجي البنت بعد النوبات كتعطل، يعني كتجيها فوق 16 عام. منين ما كتجيكش حق الشهر حتى كتفوتي 16 عام مثلا ولا 15 عام، هنا كاينين بزاف ديال الاسباب، وهذوك الاسباب كيخصنا ضروري نعرفوهم لانهم بعد النوبات كيكونوا خطر. بحالاش؟ بحال لامبافوراسيون دو ليمن، يعني البنت اللي البكره ديالها ما فيهاش واحد ثقب منين يخرج هذاك الدم. بزاف ديال الناس كيظنوا ان البكره هي واحد النسيج ولا واحد الجلده ولا واحد الحاجه اللي مسدوده تماما، وهي لا، ما مسدوداش تماما، هي فيها واحد الحاجه منين كيخرج هذاك دم الحيض. وهذاك الشكل ديال هذاك ثقب او لا ثقب كيختلف من بنت لاخرى. إذا كان مثلا البنت عندها مشكل ديال انها مسدوده كامله، يعني بحال اللي عندها جلده كامله مسدوده، هذا مشكل كبير لان ما يمكنش تنزل لها هذاك الدم، غادي تكون وما غاديش يخرج، ولا ما خرجش وبقى تما يقدر يدير لها الله يحفظ شي مشكل اللي هو صعيب. من بعد خصنا نعرفوا ان الجسم ديالنا حنا تيخدم تماما بحال شي انستالاسيون ديال الضوء، يعني ماشي كل عضو كيخدم بوحدو. الوالده كتلوح لك هذاك الدم اللي تيخرج منها ماشي حيت هي اللي صنعت الدم، لا، الوالده هي غير كتطبق الاوامر اللي كتجيها من الجهاز العصبي. يعني في الدماغ كاين واحد بحال اللي قلنا واحد اداره كبيره، وهذيك الاداره كاينه اداره صغر منها، يعني كاين لي بوطالاميس وكاين لي بوفيز وكاينين بزاف الغدد في الجسم ديالنا حنايا اللي كتحكم في الخدمه ديال الوالده. والوالده شنو تيوقع ليها؟ باش نبسط الامور، كتنفخ من الداخل، كتكبر، كتوجد واحد العروق بحال اللي كتوجد الحمل. منين ما تيوقعش الحمل هذاك الشيء كله اللي وجداته تيطيح، منين تيطيح هذاك هو الدم اللي كينزل من البنت. يعني اي وحده عندها حق شهر كتفوت 28 يوم بواحد العدد معين ديال الايام، او كتجي قبل من وقتها. بحال مثلا كاينين حالات، نعطيكم حالات باش تفهموا، كاين اللي كل 15 يوم كتجي الدم، وكاينه اللي الدم تجيها على شهرين ثلاثه. كاين مشكل كبير خاصو يتعالج، وخاصكم ضروري تشوفوا الطبيب. مرحبا وسهلا.